إيطاليا. والحقيقة إن تشاء الأقدار إن زي ما بيبقى فيه ريجيني في مصر يبقى فيه أيضا حدث آخر في إيطاليا، وكأن الناس بتقول الحمد لله عدالة السماء تنقذنا. هل تنقذنا أم لدينا مشكلة كبيرة؟ لأن لما بنتكلم برا مع الناس أو يبقى فيه تواصل مع الصحفيين أجانب فيقولوا لنا ما هو أنتوا مش قادرين تفهموا حاجة، إحنا ليه جه في دماغنا إن الأمن هو اللي قتله؟ لأنه كنتوا عندكم انتهاك للحقوق والحريات، فانتوا مشكلتكم ان هي دي صورتكم. شوفي الكلام ده عيب لاكثر من سبب. اي مواطن مصري يمس في الخارج يقتل او يمس في الخارج لابد ان احنا نسعى الى الحصول على حقه بالكامل، معرفه الحقائق بالكامل حتى لو ما فيش رجيم. قصه انه عشان حصل واحد مصري يبقى هم يسكتوا على الرجيم يعني حصلوا على المصري، كلام غير منطقي. من الناحية التانية كمان ليه بقول عيب؟ واحد قتل في مصر، أنا عايز أعرف كمصري بصرف النظر عن هو جاي من أنه بلد، واحد أجنبي قتل في مصر، أنا كمواطن مصري بعتز بمصريتي عايز أعرف إيه اللي حصل. فخلط إنه ده حصل هنا وده حصل هنا ده كلام الحقيقة عيب إن حد يقول هذا الكلام. ثم زي ما حضرتك بتقول تماما يعني محدش فينا قادر يقول انه والله الفلان اللي اتقتل في البلد الفلانيه نتيجه اللي قتله بالضروره جهاز معين، وانا ما بقولش انه الرجيم اللي قتله جهاز معين طبعا فاهمه. انما جايه القصه دي ليه؟ لتكرار احداث مصريه مش اجنبيه. احنا بننسى انه الرئيس من شهرين اظن او اقل مش عارف شويه استدعى وزير الداخليه بعد شكاوي حصلت في بعض الاقسام وقال له عد قانون الشرطه، القانون لسه بيتبحث. اذا دي حاجات مشاكل مصريه لا علاقه لها باجانب. انما يعني الحقيقه انا بتضايق بحق لما الاقي واحد مصري يقول والله طالما حصل عمل كده في واحد مصري يبقى سواسيه. لا، انا اي مصري النهارده يحصل له حاجه بره شيء يؤلمني، انما يؤلمني ايضا ان يقتل اجنبي هنا في مصر. قضية الوحاك أكيد تابعت كل التفاصيل.